ما بك حزينة يا ميمي؟ درسنا اليوم عن نظام التشغيل، ولكني لم أستوعب فكرته بعد، وهناك تساؤلات كثيرة بعقلي. هل نظام التشغيل برنامج كالرسام الوورد؟ كيف يمكن لبرنامج التحكم في مكونات الحاسب المادية؟ عزيزتي، سأشرح لك ببساطة. يمكن أن نشبه لك نظام التشغيل بطاقم الإدارة في المدرسة، أي المديرة والوكيلة والمساعدات الإداريات، جميعهن يعملن كفريق لتسيير أمور العمل. ويمكن أن أشبه لك البرامج بالمعلمات والبيانات بالطالبات. مبنى المدرسة بمكونات الحاسب المادية، فالإدارة هي المسؤولة عن تحديد وقت جرس الاصطفاف الصباحي والتأكد من سلامة المبنى وجميع غرفه، وفي نهاية اليوم الدراسي الإدارة أيضا مسؤولة عن جرس الانصراف، ونظام التشغيل مسؤول عن تشغيل الحاسب والتعرف على الوحدات المتصلة به. الإدارة مسؤولة عن وضع الجدول المدرسي وتوزيع الحصص على المعلمات، ونظام التشغيل مسؤول عن تشغيل البرامج التطبيقية والتعامل معها. الإدارة مسؤولة عن تحديد الغرف التي ستكون بها المرافق المدرسية مثل المصلى والمكتبة والمصادر والقاعات الصفية، وتشرف على توجه كل طالبة إلى مكانها. نظام التشغيل يدير العمليات التي تقوم بها الوحدات الحاسب، ويشرف على نقل البيانات من وحدة إلى أخرى في الحاسب. الإدارة تستقبل الأوامر من الوزارة وتنفذها، كذلك نظام التشغيل يستقبل الأوامر من المستخدم وينفذها. الإدارة مسؤولة عن اكتشاف أعطال المبنى وتحديد أماكنها، ورفع طلب الصيانة إلى الجهات المعنية ومتابعة الطلب. ونظام التشغيل مسؤول عن تحديد سبب العطل وتنبيه المستخدم عنه. أها، أشكرك يا صفاء، أجبت لي عن كثير من التساؤلات العالقة في ذهني عن نظام التشغيل، جزاك الله خيراً.